أردوغان يوم الجمعة اللي فاتت دخل لمسجد آيا صوفيا عشان يصلي، وهو داخل القرآن شغال في المسجد، سبحان الله العظيم، تصادف دخوله مع إن الشيخ المقرئ بيقول إيه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. صح يا إبراهيم الآية ولا أنا غلطان؟ فسوف يلقون غيا. هنسمعها دلوقتي يعني لو كنت مخطئ يعني استغفر الله. لكن الآية دي يعني أردوغان داخل وكأنه رسالة سماوية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إلى آخر معنى الآية، مش نص الآية. تعالوا نسمع ونشوف الفيديو اللي احنا عملناه، تناقضات أردوغان، راجل بيصلي وبيعيط بيقول يا رب وبيبكي، وفي نفس الوقت بيأيد الدعارة وبيأيد الشذوذ وبيأيد الحشيش والمخدرات. يا أخي أنت بتقعد تألف، يا أخي أنت بتقعد تزود على الراجل، اتق الله، هتروح من ربنا فين؟ يوم القيامة ربنا هيولع فيك. طب تعالى نشوف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ülkemizde keneviri yok ettik. Benim memleketim Rize. Rize'mizde bizim kenevir var. Yeniden bunu üreteceğiz inşallah. Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri bir defa insani bulmuyor. '89'da Beyoğlu'nun otellerini dolaşırken bir belediye başkan adayı olarak bir otele girdim orada. O otele girdiğimde gündüz saat 4'tü ve 25 kadar hayat kadını vardı otelde. Yemek yiyorlardı. Yeni güne hazırlanacaklardı. Oyunuzu, gönlünüzü ve desteğinizi istiyoruz deyince bir kahkaha daha. يا عم ماشي معاك. ده مين؟ ده مين؟ ده أردوغان. الست دي مش دي فتاة ليلي يا ابني ولا أنا إيه؟ ما هو الراجل كان بيقول لا 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 لا، بيقول أنا كنت في دي، معرفش، لا مش عايز أظلم حد، معرفش اللقطة دي إيه، بس أيوه يا وليد، وليد شغال، وليد بيعمل إيه يا وليد؟ ماشي. لا لا لا، دي لا، دي مش في بيت، دي مش في الفندق، ده يمكن حفلة أو حاجة، دي ما فا لا، دي مش في البيت الدعاره. بيت الدعاره هو قاله بالاول، قال رحت بس ما كان هو صغير. مش دي، لا لا، دي مش دي، مش دي، دي كان في حفله عاديه جدا، او يعني شددوا من خدوده عادي، ما فيهاش حاجه، دي مش قصه يعني، انا بس بنقلها للناس وبنقلها للناس، ده الخليفه يعني اللي بيقولوا عليه. لكن هو بيقول انه انا الحشيش في بلدي، في قريتي، هنعيد ونزرعه ونوزعه عادي جدا. هو بيقول، انا مش من عندي الفيديو اهو، لو عايزين اعيده تاني اعيده. اتنين، بيقول ان الشواذ لازم القانون يحميهم، ما ينفعش نتكلم عنهم في وسائل الاعلام، يعني عيب ما يصحش. بيقول رحت بيت دعاره ساعه الانتخابات وقالوا له هنديك صوتك.